بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 182. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. هذا عبد الله يقول: أرجو من فضيلة الشيخ صالح حفظه الله أن يحدثنا عن أهمية طلب العلم الشرعي، وما المراد بالعلم، وما هي الأداب التي يجب أن يتحلى بها الدارس والطالب لهذا العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذا سؤال مهم، وهو طلب العلم أمر ضروري. كل مسلم ومسلمة لا بد أن يتعلم ما يستقيم به دينه من عقيدته وصلاته وزكاته وصيامه وحجه وما زاد على ذلك من أحكام المعاملات والمواريث وغير ذلك، فهذا فرض كفاية. إذا تفرغ له من يكفي من الأمة سقط الإثم عن الباقين وبقي في حقهم سنة من أكد السنن. ولا بد من وجود العلم، فرض الكفاية لا بد من وجوده، وله لازم أن يأتي به كل واحد. إذا أتى به جماعة أو فئة من المسلمين في المجتمع كفى، شد حاجة المسلمين. وإذا تركه الكل أثم. طرق طلب العلم معروف، كما كان السلف يجلسون على أهل العلم المعروفين به ويطلبون العلم على أيديهم. لا يؤخذ العلم إلا عن العلماء المعتبرين، لا يؤخذ عن الكتب فقط والمطالعات، لا يؤخذ عن الجهال والمتعالمين، إنما يؤخذ عن العلماء المعتبرين المعروفين الذين هم محل القناعة عند الأمة، أو يكون من طريق تعليم النظامي في المدارس والمعاهد والكليات الشرعية. تعليم النظام يكون منضبطا وله مقرراته، ويعين له أكفاء من المدرسين. يأخذ العلم عن هاتين الجهتين، أما عن العلماء المعتبرين يجلس عندهم في المساجد في حلق الذكر، وإما عن طريق التعليم النظامي الشرعي. والعلم إنما يقصد لا لذاته، وإنما للعمل، يقصد للعمل به ولأجل نفع المسلمين، لأجل أن يعمل به صاحبه ومن أجل أن ينفع به المسلمين. نعم. ما أبرز الأداب التي يجب أن يتحلى بها الطالب؟ هذه مذكورة ولها كتب معروفة. أداب: أن يحسن النية ويخلص النية لله عز وجل، لأن طلب العلم عبادة. العلم الشرعي طلبه عبادة، والعبادات اشترط لها النية، ويخلص النية في طلبه للعلم، يقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. أن يختار المصدر الصحيح للتعلم كما ذكرنا، إما عن طريق العلماء المعتبرين المساجد أو في حلقات الذكر، أو عن طريق التعليم النظامي المعتمد. ومن آداب طلب العلم العمل، هذا ضروري، العمل بالعلم. إذا علم واجبات يؤديها، إذا علم محرمات يجتنبه. العمل بالعلم، لأن القصد من العلم هو العمل، وعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر كما ذكروا. كذلك يتأدب مع المعلم، يتأدب مع المعلم لأجل أن يستفيد منه، ولا يرى في نفسه تكبرا على معلمه أو يحرج معلمه ويسيء الأدب معه. هذا من آداب طلب العلم. نعم. أحسن الله إليكم. يستفسر أيضا عن آية كريمة في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ويقول: أيهما أولى، الإسلام أو الإيمان؟ الإسلام أولا، وهو الدخول الإسلام بالنطق بالشهادتين، والإيمان فوقه، فوق الإسلام، والإحسان فوق الاثنين. فالدين مراتب: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، كما في حديث جبريل. والأعراب إنما أنكر الله عليهم أنهم ادعوا أنهم آمنوا إيمانا كاملا. قالت الأعراب آمنا، ادعوا لأنفسهم إيمانا كاملا، وهم حديث العهد بالإسلام، لم يتمكن الإيمان من قلوبهم ولم يتعلموا. عندهم إيمان لكنه ليس كما ادعوه. قالت الأعراب آمنا ولم تؤمنوا، يعني لم تؤمنوا الإيمان الكامل، ولكنهم سيحصل لهم ذلك، لأن الله قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبك.
كلمة لما تدل على توقع المستقبل، لم يؤيسهم الله سبحانه وتعالى من رسوخ الإيمان وتكامل الإيمان في قلوبهم، وإنما أنكر عليهم أنهم ادعوا شيئا لم يصلوا إليه، وأيضا ادعوا لأنفسهم الكمال، والمؤمن يرى أنه مقصر وأنه مهما عمل فإنه مقصر بحق الله عز وجل، ولا يدعي كمال العلم لأنه جاهل، إلا من علمه الله يعترف بقصوره من أجل أن يسعى في الكمال، أما إذا كمل نفسه فإنه ينقص وربما يعتمد على ما عنده ولا يتزوج، وما عنده قليل لا يكفيه. يجب على طالب العلم أن يعرف قدر نفسه، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. نعم. أخيرا فضيلة الشيخ في رسالته يقول: ماذا نفهم من هذه الآية وما معناها وما سبب هذا النزول لها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. من الآية واضح أن المؤمن ليس له خيار فيما أمر الله به أو أمر رسوله به، ليس له خيار في أن يفعله أو يتركه، عليه أن يمتثل الأمر ويبادر بذلك. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني إن شاء فعل وإن شاء ترك. يجب عليه الالتزام والمبادرة امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، إن ترك فهو عاصي، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وسبب نزولها فيما ذكر أن امرأة خطبت فتردد أبوها في تزويجها، استشار النبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي علم بذلك فأمره أن يزوجها بمن خطبها، فكأنه تألك أو تأخر، فذكرته بنته بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول أمره بذلك فأنزل الله هذه الآية. نعم. هذا السائل أبو إبراهيم يقول: لي زميل عنده استراحة كبيرة وبها جلسات، ويقتني كلب في هذه الاستراحة وبعض القطط، ونحن نتردد علي بين الفينة والأخرى للجلوس والفكاهة في هذه الاستراحة، فما حكم اقتناء الكلاب في مثل هذه الاستراحات؟ أما اقتناء القطط فلا حاجة إليه ولا داعي له، وأما اقتناء الكلب لأجل الحراسة، إذا كانت الاستراحة تحتاج إلى حراسة، فيها زرع فيها مواشي تحتاج إلى حراسة، فلا بأس باتخاذ الكلب للحراسة، وإذا لم يكن فيها منكرات ولا تضييع للصلوات فلا بأس أن تزوروه فيها وأن تجلسوا معه تستأنسوا معه. نعم. فضيلة الشيخ أيضا له فقرة أخرى يقول: وقفت عند حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله بالماء 7 مرات، ما صحة ذلك وما معنى هذا الحديث؟ الحديث صحيح في صحيح البخاري وغيره، معناه واضح أنه إذا ولغ الكلب في الماء الذي في الإناء أو نحوه مما في الإناء فإن لعابه يختلط بالماء وهو نجس، والكلب نجس العين ولعابه نجس، فيجب أن يغسل، أن يراق هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب إذا كان قليلا، أن يراق ولا يستعمل، ويجب غسل الإناء بعده 7 مرات، إحداها أو أولاها أو أخراها بالتراب، يجمع بين المطهرين الماء والتراب في إزالة هذه النجاسة التي أصابت الإناء بسبب ولوغ الكلب فيه ونزول ريقه فيه، وهذا يدل على أن نجاسة الكلب نجاسة مغلظة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: يا شيخ، هل ورد شيء في صيام شهر الله المحرم كاملا؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يصوم أغلبه، لا يصومه كاملا لكن يصوم أغلبه إذا أراد الأجر، لا يصام شهر كامل إلا رمضان، ولكن يصام من شعبان ويصام شهر الله المحرم، لكنه لا يستكمل لئلا يشبه برمضان. نعم. أحسن الله إليكم. ورددنا هذه الأسئلة، فهذا السائل يقول: شيخ، والدي مريض عافانا الله وإياكم من كل مكروه بنزيف حاد بالرأس، لديه الذاكرة ليست قوية، فهو يفوت
بعض الأشياء، وأحيانا لا يعلم من نحن، والسؤال لدينا لديه مبالغ كبيرة في البنك، هل يجوز أن يخرج من ماله زكاة؟ لا بد أن يقام وكيل عليه من جهة المحكمة، تقدموا للمحكمة والمحكمة تتحقق من الموضوع وتقيم عليه وكيلا تصرف في ماله بما يصلحه ويحفظه ويخرج الزكاة نيابة عن صاحبه عن الموكل. نعم. يقول زاوية الانحراف بين قبلة المحراب وقبلة الصلاة تبلغ 55 درجة، ما حكم هذا الفارق؟ وهل يجوز انحراف الإمام دون المصلين في المسجد لتحقيق استقبال القبلة؟ راجعوا وزارة الشؤون الإسلامية وشؤون المساجد لتنظر في هذا المسجد، تحقق في الموضوع وعندها تعليمات تمشي عليها في هذا الأمر. نعم. يسأل يا فضيلة الشيخ ويقول بالنسبة للملائكة التي تحيط بالإنسان في الليل والنهار، هل هم متعددون؟ ملائكة بالليل وملائكة بالنهار حفظة، يقضون عليه الأعمال الحسنة والسيئة، يتعاقبون، ينزل ملائكة في صلاة العصر ويستمرون معه إلى الفجر، يقضون عليه أعماله وما يصدر منه، ثم يصعدون وتأتي ملائكة آخرون يحضرون صلاة الفجر ويستمرون معه إلى صلاة العصر، تعاقبون فيكم كما في الحديث، تعاقبون فيكم ملائكة بالليل ملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. ولهذا قال الله جل وعلا وقرآن الفجر، يعني صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار. والعصر هي أفضل الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، تجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار يحضرون الصلاة مع المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، هل الوضوء من شحم الإبل واجب لأننا نستخدم شحم الإبل فقط دون لحمه في الطبخ؟ لا يشرع الوضوء من شحم الإبل وأدهانه، إنما هذا خاص باللحم، لحم الجزور، أما الشحم وأما المرق هذا لا يوجب الوضوء. نعم. السائلة تسأل عن الصيام، السؤال تقول لم أقضي الصيام الذي بقي علي تهاونا مني حتى دخل شهر رمضان، فهل أقضيها بعد صيام الشهر أم ماذا أفعل؟ نعم، أنت أخطأت في هذا التأخير حتى أتى رمضان الآخر، وعليك أن تصومي الشهر الحاضر، فإذا انتهى فإنك تصومين ما عليك من الشهر الماضي، تطعمين عن كل يوم مسكينا مقدار كيلو ونصف عن كل يوم للمساكين كفارة عن التأخير من غير عذر. نعم. هذه رسالة وصلت من إحدى طالبات، تقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، نحن طالبات نعمل في نطاق دعوة المعلمات الغير مسلمات في كليتنا، لدي مقاطع فيديو مؤثرة كانت سبب في إسلام الكثير في العالم، لأن هذه فيها دلالات وإثباتات على أن الإسلام هو الدين الحق وأنه الدين الخالص دون شك، وسؤالي لفضيلتكم، ما حكم إرسال هذه المقاطع لغير المسلمين؟ لا بد أن ينظر فيها من قبل أهل العلم ويعرف ما فيها، إذا قرر أهل العلم صلاحيتها لا بأس بنشرها وتداولها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل، هل الميت يعذب بالدين الذي تحمله، وقد تحمل شخص آخر هذا الدين عنه وقال دين فلان في ذمتي؟ نعم، نفس المؤمن معلقة بدينه كما في الحديث، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فإذا تحمله أحد وأداه عنه برئت ذمته، أما مجرد التحمل فلا يبرئ ذمة الميت حتى يؤدى عنه، بدليل أن رجلا قدم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، قال هل عليه دين؟ قالوا نعم، فتأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه في أول الإسلام كان لا يصلي على من عليهم ديون، إلى أن وسع الله عليه وصار يتحمل ما على فقراء المسلمين من الديون ويصلي عليه، فهذا الرجل تأخر الرسول عن الصلاة عليه بسبب الدين، فقال رجل من الصحابة الحاضرين الديناران علي يا رسول الله، تحملها، تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم على طاعة الله عز وجل والتعليم، تعليم الأولاد دين الإسلام، تعليمهم الآداب ومنعهم من الرذائل والآداب السيئة، هذا شيء. الشيء الثاني الدعاء لهم بالصلاح
أن يصلحهم الله وأن يهديهم الله، فهذه أسباب التربية وتنشئة الأولاد على طاعة الله. الأمر الثالث أن يبعد عنهم وسائل الشر، أن يبعد عنهم مسائل الشر التي تغريهم بالفساد من المناظر السيئة أو السماع المحرم أو غير ذلك من وسائل إفساد الأخلاق أو أشد إفساد العقائد وإفساد الدين، يبعد عنهم هذه الوسائل. صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أدخلتهما طاهرتين، دل على أنه يشترط للمسح أن يلبسهما بعد كمال الطهارة. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. انتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، والذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله للشيخ وشكر لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.